سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم من قناة نرجس تقلية مغربية اللي كلشي كيعرف يطيبها. قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. انا غندير معكم تقلية دكالية، تابعوا المقادير والطريقة الى الاخير، فرجة ممتعة. بركة الله نبداو المقادير. عندنا 3 طماطم محكوكين، اوراق الرند يعني اوراق سيدنا موسى، حامضه مصيره، 5 فصوص ثوم، 2 معالق كبار ديال ما بين قزبر ومعدنوس، وملعقه كبيره ديال الطماطم المركزه. عندنا العطريه سكينجبير، التحميره، الكمون، الخرقوم بلدي، البزار، الملح حسب الذوق. عندنا نص كاس زيت العود ونص كاس زيت المائدة، يعني كاس ما بين زيت العود وزيت المائدة. وعندنا 2 كيسان تاع الماء، وعندنا تقلية هنا 2 كيلو. غسلتها مزيان وقطعتها طرافي صغار. هادو هما المقادير ديالنا كما كتلاحظوا. على بركة الله غناخد الكوكوط ديالنا وغنديرو فيها تقلية من بعد ما نشفت لينا من الماء. وغنديرو طماطم وغنزيدو ثوم وغنزيدو 2 معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس. غنزيدو الطماطم المركزة. غنزيدو العطرية. غنزيدو كاس ما بين زيت العود والزيت العادي. جوج كيسان تاع الماء. اوراق الرند. من بعد غنخلطها باش تندمج ليا العطريه مع التقليه، ومن بعد غنسد عليها ما غنقليهاش حيت لا قليتها ما غطيبش ليا دغيا. من بعد ما خلطت العناصر غنسد الكوكوط ونديها البوطه باش تطيب ليا. عندنا الزيتون احمر والحامض مصير. قبيله ما وريتكمش في المقادير الزيتون حيت ما كانش موجود عندي. من بعد ما طابت التقليه كما كتلاحظوا غير 2 كيسان وباقي فيها الماء وهي راه طابت. دابا غنزيدو الحامض والزيتون ونعاودو غنسدو عليها تاني ونخليوها طيب لمدة 10 دقائق. وهاد التقلية الدكالية وجدات من بعد ما دازت 10 دقائق. رافقتها بالخبز تاع الدار. وبالمناسبه بغيت نقول لكم بلي اختي اللي مطيباها وبغيت نشاركها معكم الطريقه ديالها، الله يعطيها الصحه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك. ولاول مره داخل القناه ديالي يدير لي ابوني وركع الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.